فعاليات في الشارع، نازلين لدعم المشير السيسي وحب الشارع زي ما احنا شايفين كده بجموع وعديد من الاحزاب والائتلافات اللي اجتمعت امس للفعاليه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. اهداف الفعاليه بتاعتنا طبعا الحمله بتاعتنا بسيطه، الحمله مش مكلفه، الحمله شعبيه بتضم كل طوائف الشعب المصري. اي حاجه البياع الجائل اللي واقف بيسجل معانا دلوقتي واللي واقف ماشي جنبنا واللي واقف بيهتف اللي ملوش اي علاقه بالسياسه، حب في الراجل بس. فرصه عداله تاويه، فرصه